العاب وتعرف ما نبغى بعض الحين يطفشون منه يقولون انت وقتك انا ابغى العب بلاي ستيشن. ففيه فعاليات لهم بطولات في الجيمنج هنا. عندنا اثنين ابطال مصنفين في فورتنايت وايضا في فيفا. ما شاء الله. وطبعا المطبخ هذا ما يحتاج. سيف قرري. وين هو ابو علي ذا؟ ما شاء الله ما شاء الله. والله جهد مبارك ومعانين ان شاء الله. سلام الله لا يهينك. مرحبا الف يا ابو اياد. الله يبقيك. انا والله مبسوط انك جيت في جلستنا، جلسه الشاي، الجلسه اللي تكون نهايه اليوم نناقش فيها يومنا ونفضفض البعض من التعب اللي يجينا. انا يعني كذا بشكل سريع بس ابغى اعطيك النقاط اللي دائما نناقشها هنا، ان عندنا هدف رئيسي في برنامج المدرسه باء انه يكون برنامجنا يظهر جيل جديد قادم يخدم المملكه العربيه السعوديه ويخدم رؤيتنا 2030. نبغى جيل يشارك في 2027 في استضافه كاس اسيا، 20 يشارك في 2030 في اكسبو، يشارك في كاس العالم 2034. جالسين نعطي بكل ما فينا من قوه ان نخلي هذا الجيل مهيئ جدا انه يكون في جميع المجالات. ما شاء الله والله جهود مباركه، واتمنى لكم والله التوفيق، واتمنى ان شاء الله انه الاهداف اللي حطيتوها انكم تحققونها، ومن سار على الدرب وصل، وان شاء الله انكم توصلون. وانا والله اشوف ان شاء الله الجهود مباركه، والشباب ما شاء الله يعني نجوم، وان شاء الله بيكونون يعني نجوم لامعه في المستقبل، وعسى الله يوفقكم ان شاء الله ويدلكم الى الخير. يا رب يا رب. عندنا طالبين مشاركين في مسابقه الرياضيات الكنغارو ما شاء الله، واللي عندنا في الاعلانات تشوف هذا مع نيمار وهذا مع بعض الحين نقول ما في مشكله نعطيك تيشرت تروح توقع هنا وتجيبه. فما شاء الله تبارك الله شباب في كل شبابنا فيهم خير، والناشئين والاطفال والشيبان كلهم والله فيهم خير وعندهم مواهب، ولكن فقط يحتاج الاعلام انه يركز الجهود عليهم ويركز الاضواء عليهم، ولا ما شاء الله تبارك الله مبدعين ومتميزين في كل المحافل، وحنا نشوف كل يوم ولا يومين ما شاء الله خبر فوز ولا كذا، واحد فاز في المجال الطبي والمجال الرياضي وفي كل المجالات والله الحمد، والمجال الادبي والحمد والمجال الادبي وغيره. فبلدنا معطاء وشعبه شعب متميز وذكي على جميع المستويات ولله الحمد، وهذا فخر ولله الحمد. والله يعني يتمها ان شاء الله ويديمها من نعمه يا رب. والله انه ممكن الشباب يعرفون ذا، والله انا نتعب تعب لانها فئه ما احنا متعودين نتعامل معهم، فئه اعمارهم صغيره لازم تداريه ولازم تعرف كيف توصل للمعلومه وتاخذ منها المعلومه، فان نتعب تعب يعني غير طبيعي، تجربه صعبه جدا، لكن عسى الله يكتب له التعب ان شاء الله مخلوق. والتعب مع الشباب في هذا السن طيب، وباذن الله ينشا جيل مبارك وجيل رائع وجيل ان شاء الله نفخر فيه في المحافل الدوليه مثل ما نفخر فيها الان. هو يعني العمل يبغاله صبر، التعب يبغاله تعب. اما انا والله ابغى بروح اجيب لك المويه وبس قهوه واخليك مع الشباب، لاني انا صراحه استمتعت، انا اخذت متعتي الكافيه. لا ابغى اجيب لك، بجيب له مويه والله. موجود المويه، انا راح اجيب ثلاجه موجوده. لا لا اقول لك انت استريح. يلا حبيب ويا الله يبقيك يا مرحبا. والله مرحبا والله العظيم، احنا سعيدين بجيتك. الله يسلمك. اسم مثل حاتم الشهري يكون معنا في 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 البرنامج هذا اليوم، فهذا اضافه بحد ذاته. الله يرضى عليك. قبل شوي مع ابو علي عرجت على انك كنت تسمع عن المدرسه باء، واني الان شفت. انا ابي رايك بعد ما سمعت وبعد ما شفت وبعد ما طلعت. والله ما شاء الله تبارك الله، والله اللي سمعته طيب واللي شفته طيب، والله مبسوط، وهذه زي ما تقول جهود مباركه. الله يوفقكم و يعني استمروا، ولا المجال صعب مو هو بسهل، ولا التحرك في هذه المساحات الضيقة يحتاج لها إلى جهد وإلى صبر وإلى، وإن شاء الله أنكم تصلون إلى مبتغاكم، والجهود اللي شفناها طيبة والله يدلكم إلى الخير إن شاء الله. الفكرة طيب، أول ما وصلتك أكيد الشباب لما قالوا نبغاك استضافها عندنا أكيد قالوا لك الفكرة، أبي رأيك على الفكرة قبل ما تشوفها على ارض الواقع، فكره المدرسه بقى. والله الفكره طيبه، وهي فيها يعني انا قد ما هي نفس هذا، لكني اذكر يعني على وقتنا حقه اذكر كان في برنامج اسمه سفاري على ام بي سي 3 قديم، ما هو زي هذا بالضبط، لكنه كان ياخذ شباب صغار ويطلعهم في تحديات وكذا، ف
يعني زي ما تقول دائما الاعلام هكذا انه الابداع هو وش انك تاخذ فكره قديمه وتطورها وكذا و فالفكره صراحه صعبه تطبيقها. الفكره حلوه لكن صعبه انك تقيم برنامج يعني ما اعرف اذا كان يسمى برامج واقع او كذا وبهذه الطريقه مع هذا الفئه العمريه. الحقيقه انه البرنامج صعب لكن هذا اول ما سمعت الفكره اي ما اي لكن ما في شيء ما شاء الله صعب عليكم وانتم طبقتوه وهذاكم ما شاء الله ان شاء الله من نجاح الى نجاح و يا رب. في اي يوم انتم الحين؟ احنا باقي لنا اسبوع ما شاء الله تبارك الله 30 يوم. انتم الحين تعطونا العلم انتم اللي احنا والله كنا يعني اكثر الحصص الموجوده كانت كلها مع الرؤيه. يعني الامن السبراني اخذنا فيه حصه، السياحه اخذنا فيه حصه، التجاره، الزراعه، اللغه الصينيه، عدد التدوير، اللغه الصينيه، اللغه الصينيه، كلها الحصص كانت هدف رئيسي يعني رؤية 2030. وراح الكثير وصرنا في آخر أسبوع والله أنا كنت في الصين قبل شهر تقريبا. كان عندنا هناك المهرجان الدولي لشعراء الشباب لدول البريكس، الشعراء لدون الأربعين. والله يا أخي أنه كان شيء عظيم جدا أنك تروح إلى بلد عظيم مثل الصين، تاريخ، ثقافة وإرث أكثر من 4500 سنة. يعني كان شيء عظيم أنك يكون هناك تلاقح في الأفكار بينك وبين أكثر من 10 دول تتكلم عن، وبعدين سبحان الله حتى يكون فيه اتساع في الأفق. في شعراء جايينك من روسيا، من البرازيل، من إثيوبيا، من جنوب أفريقيا، من مصر، من الإمارات، من السعودية، من الصين. تشوف سبحان الله ترى كل إنسان عنده ثقافته الخاصة فيه وعنده شعره بطريقته وبأوزانه وبتفعيلاته وبأموره. فلا تحس يعني مثل هذه المهرجانات ومثل هذه يا أخي يعطيك أفق أنه ما أنت الوحيد في هذه الدنيا، هناك آخرين. ومثل ما أنت تعتز بثقافتك هناك الآخرين أيضا يعتزون بثقافتهم. فكانت يعني رحلة جميلة وأتمنى أن يعود إليها إن شاء الله مرة أخرى. متى تأخذني معك أبو يعني؟ أنا توني بقول متى نعود؟ ما بتعود متى نعود؟ يعني عبد العزيز ما رحنا عشان نعود بس لما نروح عبد العزيز يقول لك متى وأنا لي أربعة أيام وأنا أقول مشينا إحنا نقول متى نروح؟ أنت بتعود إن شاء الله. أنا ولله الحمد هذا فضل من الله عز وجل. والله له بجهد ولا شيء، والله اني ادري انه في السعوديه وفي الخليج وفي العرب من هو اعبر مني ومن هو اقوى ومن هو، لكنه توفيق رب العالمين. فاني زي ما تقول وانا على ما قيل اصغر القوم شفرتهم، فانا انطلعت. والله ان نحبك الله يسلمك واني ابغى اساعدك واني ما ابغى تروح لحالك، وانا ادري وين بتروح الوجهه الجايه. منك اسمع طيب منك اسمع يدي في 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 وجهات ترى هو وياد عطانا مخرج احنا نبى نروح جنوب افريقيا. والله انا وقتها الحين طب منك اسمع وياد ترى انا توني مخلصي البرنامج ان شاء الله فاضين انا وعلي منك اسمع طيب والله العظيم يا سنة 23 اني كنت مخطط للرحلات هذه حق سنة 24. فاقصد الشيء ما يجي بالساهل الحين. انا كنت صراحة مخطط اني اروح اربع وجهات لكن قال اشيت ورحنا ثمان. سمعت؟ فهذا توفيق رب العالمين سبحانه. والله التوفيق هذا الحمد هذا نطلبه هذا التوفيق. فاقصد ان المساله يبغى لها تخطيط. لان كل المهرجانات اللي اروح ولا المسيات كلها زي ما تقول لها من 6 شهور 8 شهور والناس يخططون يرسلون ودعوات وجداول وخط سير ورحلات وفنادق. يعني ما هي ولا والله انكم تستاهلون، لكن الوعد ما هو بالحين، الوعد في 25 25 السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله. يعني معك بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. فيه فيه البرازيل، وإذا يسر الله يمكن تايوان. والله أمنية أني أروح البرازيل من زمان. يعني حتى الكترو معي يقولون الله أكبر. شكل الرحلة بتكون يعني عامة 42 ساعة الرحلة. لا إله إلا الله. انا اعشق الطرق الطويله خاصه في الجو. 42 ساعه وانت معلق في السماء. ما في راحه، ما في ما في. انا ثاني مقيد ولا ثاني انا. انك انت تروح وين؟ شم من هنا الى هنا. ابويا قل انك ما تبينا. انا معك، ها 42 معك. انا يعني انت 42 وانا 10. يا اخي قل له ابويا. انا احس ان ابو اياد صراحه، لكن اسمع انا شكله زعلان مني. انا يعني
كنت أقول له قبل يعني كان بيننا علاقة قوية ولا زالت، لكن كان بيننا علاقة تعاقدية. يا أبو إيادة تكفى خليني أروح معك السفر، أنا معك موظف. قال مع أني يا أبو إياد يا أخي خذها بذراعك، قل لا إله إلا الله أني أعلمك كيف أخذتها بذراعي. دخلت معك أول من قابل معي في الإعلام أنت، واختبرتني اختبار مبطن في ذاك المقابلة في التسويق. أيوة على طول. قال لي أبعطيك مشت كيف تقدر أنك تسوق هذا المنتج وأنت أصلع. قلت بحطه في لحيتي بجرب عليها. قال بطل أنت تنفع في التسويق، ووفق الله ويسر وشاءة الأقدار. سبحان الله. صرت مع الأستاذ حاتم في بس انه وكالة حرف مدير تسويق، ما رحت معه ولا سفر، ما سفرك وظفك فقط، وانا جدير بالثقه. إيه؟ واليوم مسوي مع الاستاذ حاتم مقابله. يا والله اني طالب نجيب بس ابغى التكت. والله ابشر ابشر ان شاء الله. بس يسلم. ان شاء الله ابشر، انت قدم علينا ان شاء الله وبنتصل عليك خليك قريب. هو يبغى لها سفره داخليه محليه هنا عشان سافرت تنو مو سافر. هو اي هو اختبرك في مجال التسويق ونجحت، ولعل ان يعني صرت موظف يعني عند ابو ياد. شوف اسمع الحين اختبار سفره ابو ياد، وبعدها ان شاء الله انه بعد الرحلات الطويله 9 ساعات ونص 10 ساعات كذا قد ابو ساعه ونص ذي ولد بسيط يتركب. هذه تقفلها مكالمه اي، هذه تقولها وصلنا ما شاء الله. لا والله كانت رحله الصين متعبه والله، لان كان فيها يمكن ترانزيتين، وكانت مدة الرحلة هي كانت الرياض أبو ظبي شنغهاي، بعدين شنغهاي إلى شنغو، هذه من أبو ظبي إلى شنغهاي 9 ساعات ونص. أنا ما قد رحت، أنا قد رحت 7 ساعات ونص. 7 ساعات ونص هذا أعلى شيء، هذا أعلى شيء 7 ساعات ونص. أنت قد خارج عمرك إيه. قالوا 9 ساعات ونص. قالت يا رجل 9 ساعات ونص أخت 7 ساعات؟ لا والله ما هي بأختها، أشهد بالله أنها 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 صعبة، وأنها يعني لأنه شوف هذا أيضا أمر آخر، ترى تخطط ماذا تفعل داخل الطيارة. والله ترى ما هي إنك تركب الطيارة وتحط شنطتك وتمشي، لا في ذمتي 9 ساعات يا ولد. هذه يعني في واحد صديق لي كاتب اسمه أحمد حسن مشرف، سافر أعتقد إلى نيويورك وكذا 14 ساعة. يعني هذه طبعا يقول، فأنا على أساس أني مخطط يقول فأنا جايب معي كتاب وجايب معي آيباد وجايب مدري ويش تعبي وقته. اي فيقول أنا كنت مخطط أني بأنام مدري شو يقول 6 ساعات وأربع ساعات بكتب وثلاث ساعات يقول والله هذا الخطط أنها دلت الوادي كلها. يوم قدنا في الطيارة يقول خلصت كل الثلاثة يمكن في أول 3 ساعات. جلس رايح جاي في الممر. قال يا ولد وشوف كم باقي؟ قال 9 ساعات. فهذه أيضا من الأمور اللي ترى السفر قد هو فن. يعني انتبه يعني حطيت لك خطة أنت وياي. ها حطيت لك خطة. أي قسم بعد رحلة الصين. أي والله أي والله أصلا من قبلها يعني إيطاليا وأسبانيا وكذا 7 ساعات 7 ساعات ونص. إيه وحتى الوقت ترى يفرق. يعني الوقت وقت الرحلة متى بتسافر؟ صح. يعني مثلا أنا أنام بدري دائما 9 10 11 بالكثير أنا نايم في الليل، فلما تأخذ أنت مثلا رحلة صباحية مستحيل تنام، مستحيل أنك تنام لأن أصلا هذا وقت صحيانك أنت. فأنت دائما تخطط أحيانا تكون يعني تحاول أي توقيت أنه يتناسب مع جدولك أنت. لما تسافر رحلتك في الليل يعني مثلا رحلة 7 ساعات تنام 3 4 ساعات يبقى لك 3 تقضيها بأي شيء وكذا. أنا أعرف واحد يقول يا رجال حطني في الشنطة بس حطني في ما عدا بس خلني أمشي. فهمناها خلني أروح. والله إنها وصلت الرسالة يا أبو إياد أن والله ما في متعب السفر. الله يشغلك في نفسك. طيب إيش أبغى يا أخي؟ اللي يسمعني يقول لي مدير المهرجان. يا أخي أنا ضيف. يا أخي أنت المدير التنفيذي يا أخي الوقت. يا أخي أنا ضيف عند الناس اللي بروح لهم. طيب أنا والله عندي سؤال. أنا أخوي يعني الضيف. أنت كنت تقول أبو إياد قبل شوي أنها كانت 4 سفرات وامتدت إلى 8 سفرات. السفرات هذه اللي تروحها وطويلة وأوقاتها وكذا ناهيك إنك تروح دولة جديدة، يعني هل ألهمتك في الكتابة في تأليف الشعر؟ والله يا أخي شوف نعم هذا واحد، لكن ترى أيضا الكتابة تخطيط، بمعنى من كثر الحمد لله الرحلات والروحات وكذا بصرنا نعرف
المهرجانات وش الجداول حقتها، وش طريقتها، وش امورها؟ بمثلا معنا الناس اللي دعوك الدولة الفلانية دعوك على حسابهم ومتكفرين فيك واستقبلوك في المطار وتذكرة على حسابهم والفندق على حسابهم كل شيء على حسابهم والمواصلات، يا أخي منك أنت كضيف أقل شيء تقدرهم يا أخي أنك تكتب مقال، يا سلام، تكتب فيه كيف جاتك الدعوة، ثم بتذكر الطيران وبعد نزلت وش صار في المهرجان وقابلت مين، ومثلا كان معرض كتاب معرض كتاب، وإن كان أمسية أمسية، وإن كان فعالية إن كان، وتذكر مدري إيش، ثم بعدين رجوعك من المهرجان ما يكلفك ولا ساعة الزمن وانت كاتب. فهذه أصلا هذه الأمور هذه تخطيط ما يبغى لها إلهام، هذا لأنك هذه أقل شيء وهذا اللي يصير أصلا. فأصلا أنت من كثر الرحلات وكثر الكتابة وكثر خلاص أنت تصير متمرس، فأنت على ما قلت تكتب البداية وتكتب النهاية وتخلي الوسط اللي الأحداث اللي صارت يعني اللي بتصير اللي بتصير، ممكن أحيانا تتأخر في مطار، تتأخر الرحلة، يصير موقف طريف مع تاكسي، أو يصير موقف طريف في وانت في الأمسية ولا في المعرض وكذا، وتكتب. لأنه على فكرة ما يمديك تركب الطيارة العودة وترجع إلا ما أرسلي لك إيميل إدارة المهرجان لو سمحت عطنا مرئياتك. هل أنت مجهز؟ ولا أنا مجهز، وشوف هذا أقل شيء ترى تسويه، وهذا من الاحتراف يعني. وحتى لو ما طلبوك، حتى لو ما طلبوك عشان يدل أنت، بقول لك شغلة، ترى أنهم يدعونك مرة واحدة ترى هذه سهل، الصعب أنهم يدعونك ثاني مرة. فعلا، لأنه أنت إذا رحت تراك تمثل نفسك، تمثل قبيلتك، تمثل وطنك، وتمثل على فكرة في مهرجانات كثيرة رحتها، أنا ماني أول سعودي أروح، أنا أول خليجي. يا سلام. فأنا ما أمثل السعودية، أنا أمثل الخليج. وعليك حمل. حمل حمل ثقيل، أنك أنت يعني تمثل وطنك وتمثل الخليج وتمثل المنطقة اللي أنت جاي منها، فأنت لازم تكون أفضل صورة. سمعت؟ لا في هندامك ولا في كلامك ولا في حتى التزامك بالجدول، لأنه على فكرة ترى الجدول مثلا 5 أيام 6 أيام ترى متعب على فكرة، يعني كل المهرجانات اللي يروح كذا مثلا ترى المهرجان يبدأ من 8 الصباح ولا ينتهي إلا 5 العصر، والالتزام على فكرة في الجدول، وعلى فكرة مثلا تروح الناس ما تتكلم لغتهم، يجيبون لك مثلا لغة البلد، إما برتغالية ولا إيطالية ولا إسبانية ولا شيء، ترى الجلوس والالتزام بالجدول والله العظيم إنه كليف، لكن أنت اللي وافقت وأنت اللي جيت وأنت اللي، فمن باب تقديرك لذاتك وتقدير للناس اللي دعوك انك تكون ملتزم، تكون متزن، يعني تحاول انك تبتعد عن اي شيء يثير، لان شوف بيننا دائما وبين الشعوب الاخرى مشتركات انسانيه كثيره ونقاط مشتركه كثيره، خلنا دائما نتحد على النقاط المشتركه ونبتعد على النقاط اللي احنا نختلف فيها معهم. النقاط المشتركه بيننا وبين الشعوب اكثر بكثير من اللي نختلف فيها، فانا نبقى عليها طال عمرك، حتى زي ما تقول ايش يا غريب كن عدي. يا سلام ابويا، انا ابغى اختم لكن ابغى موقف ذكرت لي طريف حق سفره توقع الصين، ان كل ما نمت وصحيت الوقت يرجع. اوه هذه يا اخي في الرحله يا اخي تعبت يا اخي والله العظيم. احنا كنا جاي والله العظيم احنا في الطياره، انا جنبي الشاعر الكبير سلطان الضيط امير الشعراء، وعلى يساري واحد مسافر شغل الشاشه حقت المقعد، والشاشه هذه حاطه على الخريطه اللي هي الطياره اللي من مسار الطياره، مسار الطياره. يا اخي انام واقوم ولا الطياره مكانها ما تحركت. يا ولد تحسبك رقدت دقيقتين انا انام واقوم احسب اني نايم 3 ساعات وانت تعبان ولا تعبان؟ والله يا ولد الطياره ما تحركت، وطالع في الجوال يا اخي انام وهي 4 واصحى وهي 3. اقول يا ولد والله العظيم اني اقول كذا، اقول انا في حلم ولا ايش ذا؟ لا طياره تمشي ولا الوقت يتاخر، اثريك انت كل ما رحت للشرق ينقص ينقص. يا سلام. وانا على اساس اني مخطط قد حملت لي مسلسلات التخطيط اللي التخطيط. الحين لازم ترجع ورا. ايه ولا اني طال عمرك جبت كتاب وجبت، لكن المشكله في التوقيت كان خلاف نومي، انه انا مسافر في وقت ما كان ايه وسبحان الله الفرق بيننا وبين الصين حول 7 ساعات في الوقت. ايه انت مثلا هنا في السعوديه الساعه 2 الظهر، هناك في الصين 7 الليل.
في الوقت مثلا اللي هناك مثلا في 10 في الليل 11 في الليل ما هو وقت نومي الحقيقي في السعوديه هنا. فالساعه البيولوجيه تعبانه دحدرت. لكن الحمد لله مشت. وزي ما تقول هذه احد شوف احد اضرار السفر ان قبل يعني يبغالك يومين لين تضبط يعني نومك هناك ما يمديك تضبط الا خلاص رجع لان اصلا المهرجان كله 5 ايام ترجع هنا يبغالك يومين لين تعدل في النوم ولا غير تعديل النوم معنا اصلا حتى في الله ما دام انا خلاص انا كنسلت السفر دام انها كذا فيها مشقه وتعب. لا وبعدين اسمع انا والله كثرتها على انا وياك. لا والله ان اسمع والله هذا اللي حصل مره معي. كنت في فرنسا وكانت سفره يعني قصيره يعني ما هي مقاربه ايه وما جبت معي الا بطاقه صراف واحده ما هي مخصصه للسفر. بطاقه صراف عاديه حقتنا اللي هنا ما هي مخصصه للسفر وهذا خطا. لازم تكون معك صراف مخصصه للسفر. في بطاقه السفر كثير. المهم طلع لك مشيت وكانت رحلتي من باريس الى برلين الساعه 6 الفجر فانت لازم تطلع قبلها. وش بقدر اضحك كان طلعتي من الفندق كانت الساعه 3 الفجر. قبل انا اصلا داخل الفندق يمكن الساعه 9 في الليل 10 في الليل وانا داخل الفندق طلبت من الاستقبال مويه. اخذت لي مويه يعني زي بتقول بقيمه 13 ريال مويتين. قلت حاسب الحين. قال لا اذا تصير تسوي خروج تشيك اوت حاسب. قلت طيب تلاحقين. ايوه ونمت ويوم جيت الساعه 3 واقوم احط صرافتي على الماكينه ما اشتغلت. والله العظيم يا جماعه واقول ميد الله والمشكله هل يتكلم انجليزي ذا لنا يعني هناك. والله عي 13 ريال يا رجال والله. وبعدين رحلتي ابغى الحق عليها. كنت حاجز في اوبر والله ما قصر كان افريقي السواق قال خلاص انا ادفعها. يا سلام. وانت دبرها في الطريق شوف لك وضع يعني يمكن الماكينه ما تفهم معاك الرجل اللي هذا. لا 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 هو حقه في الاخير انت اخذت مويه مقابل. والله وذا وانا في في الطريق وقفنا عند صرافه ثانيه حقت ما اشتغلت. عجيب. يا الله ها وش اسوي؟ بخت الله انه فيه اذا انت انتهيت من الرحله اوبر تقدر تعطيه كراميه. تقدر تعطيه 5 يورو او زي كذا. ايه قلت خلاص بعطيك اياها في بعطيك اياها من التطبيق وان الله يفكنا الحمد لله وما شد. اثر وش المشكله؟ وهذه احد المشاكل. انه اذا انت بتسافر يعني زي كذا وما معك بطاقه سفر يجب ان تبلغ بنكك تقول لاني انا مسافر لدوله لان يعني انت مثلا اخر عمليه سحب في الرياض بكره عمليه سحب باريس. وما هو ما يدري هو يحسب انه في مثلا اختراق ولا سرقه اي. فلما رحت المطار وايضا احد المشاكل ممكن المصرفات اللي استخدمتها هناك يمكن كانت محليه ما هي عالميه لما رحت المطار ورحت الصرافه هناك من المطار سحبت انسحب معي. ليش؟ لان يمكن لاني في دولية او شيء دولية او في مطار او زي كذا ممكن تصير مواقف في المطارات. ايوه فبعدين طال عمرك انا طلعت لي بطاقه سفر وريحت من الامور. أيوة. الله يا ابو اياد ان صراحه الحديث معك ما يمل وانبسطنا اليوم وتشرفنا بزياره كلنا. الله يرضى عليك. شكرا لك على الشكر والله لكم هذه. شكرا لكم على الاستضافه وان شاء الله ان كنا خفيفين ظل عليكم جدا يا ابو اياد. الله يعطيكم العافيه. واعيد واكرر اعزائنا المشاهدين حنا نفخر بالاستاذ حاتم الشهري الاديب اللي جاب لنا هذا النوماس للمملكه العربيه السعوديه. الله يبيض وجهه ولا يبغى ريبه عليه وان شاء الله للامجاد بقيه.